أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن مشروع القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة لم يتم إعداده حتى الآن، مؤكدا أن الموعد النهائي لتطبيق هذه الضريبة هو بداية عام 2019. كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم حاليا بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس صالح أن وزارة المالية تقوم بإعداد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الإنجاز ومحاسبة المقصرين. وأضاف الصالح في لقاء صحفي أن المضي بإجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، مؤكدا أن التعديلات الجديدة أخذت بعين الاعتبار ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني، وأوضح أن ميزانية الحكومة التوسعية ستفتح فرصا للمواطنين للاكتتاب بمشاريع مليارية، لافتا إلى أن هناك إصلاحات كثيرة قامت بها وزارة المالية مما انعكس وفرا على ميزانية الدولة وقلل العجز بنسبة 18%. وذكر الصالح أن الوزارة لم تلجأ فقط إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، بل قامت بخطوات مهمة أخرى لخفض النفقات غير الضرورية مثل السفر والكماليات، مبينا أن خفض تلك النفقات نتج عنه توفير 1,100,000,000 دينار كويتي، مما ساهم في خفض عجز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017-2018. وأفاد الصالح بأن وزارة المالية أكدت خلال إعلان الكويت رؤيتها لعام 2035 وجود مشاريع مليارية على مدى 20 سنة المقبلة، والتي ستغير البلاد إلى كويت جديدة. وعن تطبيق الضريبة الموحدة على القيمة المضافة، قال الصالح إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال قمة الرياض في ديسمبر عام 2015 على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة لدول المجلس بنسبة قدرها 5%، على أن يتم البدء بتطبيق الضريبة مطلع العام المقبل، وأن تعطى دول المجلس التي لم تتمكن من استكمال استعداداتها الداخلية مهلة أقصاها بداية عام 2019. وقال الصالح إن هذه الضريبة تتطلب تشريعا خاصا، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد إعداد مشروع القانون الخاص بمثل هذه الضريبة، وفي حال إعداده وفق المراحل الدستورية المستقرة.